خوتي حبابي العائله، وصلنا دابا للحلقه الثامنه من هذه السلسله ديال مغامرات في ادغال افريقيا اللي عشتوها معايا بالزوين ديالها بالخايب ديالها، وخا في الاخر كلشي كيبقى ذكريات واهم من كلشي دروس تعلمناهم من الحياه. المهم في هذه الحلقه الاخيره غادي نشارك معاكم المغامره ديال كيفاش مرت بواحد الفيروس خطير بزاف اللي سميتو الملاريا في ساحل العاج، وكيفاش قدرت نتعالج منه، والسبب الحقيقي اللي خلاني انني نرجع للمغرب. هادشي اللي كاين الخوت، الناس اللي ما تفرجوش في الحلقات اللي قبل بسبعه غادي تلقاو الروابط في الديسكريبسيون. وتحيه لخونا زهير الفؤادي. المهم اخر مره قلت لكم كنت حبست في ديوالا فين عشت بزاف ديال المغامرات اللي لا تنسى، انني حيدت الدرس بلقاط وتعلمت العادات والتقاليد ديال الشعب الكوت ديفوار، ولكن ديك الوقيته كنت باغي نكمل الرحله ديالي في اتجاه العاصمه ابيجان، هي فين هبطت المناطق الجنوبيه اللي فيهم البحر. راكم عارفين مالي ما كانش فيها البحر، وانا توحشت الامواج بطبيعه الحال. انا راستا وسيرفر وعزيز عليا بزاف البحر، سيرتو البحر اللي تيكونوا فيه الامواج. المهم شقيت الطريق ديالي، ونهار الخوت كان كيجيب نهار مغامره كانت كتجيب مغامره. كنت كنحس براسي مريض عيان، ولكن كنقول غي قلت الماكله اولا كنقول العيا ديال الطريق. راكم عارفين دابا هادو مده طويله وانا مسافر من المغرب اوتوستوب حتى العاصمه ابيجان، يعني كتقول راه ضروري لافاتيك ديال الطريق كتلعب دور. المهم عشت مغامرات بزاف كيف ما قلت لكم، ومنا وحده اللي ما بغاش تنسى ليا واحد الدراري صغار عندهم واحد الموهبه خطيره في اللعب ديال الموسيقى بالات اللي هما ادويه. خساره البلاصه اللي فيها مسخه بزاف، وكتشوف الناس والمواهب اللي كاينين في افريقيا ضايعين بزاف. المهم نخليكم تشوفوا هاد الدراري الصغار كيفاش كيلعبوا، وهاد المغامره اللي عشت في البحر، ونكملوا القصه ديالنا. صراحه دازو ايام زوينين، سيرتو منين وصلت للبحر لقيت راحتي وبقيت مكامبي تما عاوتاني مده، ولكن في واحد الليله دازت عليا صعيبه، حسيت براسي عييت وكنحس بواحد البرد الخوت ما يمكنش. كنبقى نلبس في الحوايج ومخبي في لاطونط، ونخرج من لاطونط ونقلب على شي بلاصه، وباقي قاتلني البرد، وعاد زيد عليها الخوت كلشي كانت جاريه، كنحس براسي مقلوب. وفيا واحد الشقيقه تلاقيت بواحد السيد اللي غدت ليه صدفه، اللي كان في الاخر كيلعب الموسيقى. من بعد ما شاف فيا خلعني واحد الخلعه ما يمكنش. منين هضرت ليه على الاعراض قال لي غالبا غادي يكون الفيروس ديال الملاريا، وهذا الفيروس راه كيقتل بزاف ديال الناس في هذه البلاد، وقتل ليه ناس من عائلته، وهذا الفيروس تيقتل في واحد المده اللي هي وجيزه والا ما تعالجش. وقال لي انت ما نخافش عليك، انت راه داير الفاكسان. هنا شتاتني الدوخه، انا ما داير لا فاكسان لا والو، وتا الحدود اللي كنت كندوز منهم موريتانيا السنغال تا مالي تا واحد ما قال لي خصك تكون داير الفاكسان. وانا ما كانتش عندي تجربه بزاف باش انني ما لقيت شي واحد اللي يقول لي ها منين تمشي ولا ها منين تمشي. ديك الساعه تخلعت بزاف، حطيت واحد البوست اللي كنت كتبته في واحد جوج الجروبات، كنت كتبته في ام تي سي مروكان ترافلر، وكنت كتبته كوميونيتي، وكنت كتبته في تريب ماروك، هاد جوج الجروبات اللي كانوا فيهم ناس اللي مش اما مشاو عاشوا في افريقيا ولا ديجا سافروا لداك التراجي. قلت لهم يعطيونا نصائح، راه ما عنديش الامكانيات بزاف. ومنين سولت على الدواء قالوا لي تقريبا الا بغيتي تعالج في مراحل متاخره، حيت انا كنت المرض زاد معايا بزاف وانا ما تعالجش، 1500 درهم. سولتهم واش ما كاينش شي طريقه ولا شي علاج طبيعي، وهيهات. وكتبت لهم واحد الحاجه مهمه اللي هي
عندكم تخرج برا الجروب. هاي هات ثم هاي هات، لقيت راسي في كاع لي باج ديال المغرب كاملين، شي كيقول لك الياس مريض بمالاريا، لقيت واحد لي باج كيبارطاجيو باللي مريض بالكوليرا، كوليرا، وكانت بالضبط كانت واحد الاشاعات باللي كيقولوا في 2018 باللي كاين واحد المرض في الكوليرا، وجات مع ديك البيريود بالضبط. المهم كانوا هضروا معايا بزاف ديال الناس من الجروب، منهم واحد جوج، واحد سميتو ليبو فاسي خدام عند واحد الدري اللي سميتو محمد الادريسي، بجوج الله يعمر لهم الدار، كانوا جاوا لفاس باش يخدموا في التجاره، داكشي ديال التوب راه ماشي الحمد لله ميسره عندهم الامور. قالوا لي اجي لعندنا، حنا كنعرفوا واحد الطبيب مزيان اللي هو غيتعامل معاك ويقدر يعالجك، سيرتو الا كنت انت في مراحل متاخره وما دايرش الفاكسان وما تعالجتيش منه، والسيروم ولا بد غديرو. داكشي اللي كاين، كملت الطريق ديالي للعاصمه ابيجان، من ابيجان مشيت عندهم الكارتي اللي داير، تلقى ليا ليبو، كي طلعت للدار عندهم، عندهم وقيله واحد الا بقيت عاقل واحد لابارتمون صغيره فيها دي زابارتمون ديالهم. جاو طلعت للدار البلاصه فين كيجلس محمد، عيط على الطبيب، الو جا عندي الطبيب ديك الساعه بدا يقلبني، قال لهم هذا راه المالاريا وافونسي. ديك الساعه مشى جاب السيروم، قالوا لي غنديرو لك في الدار، داير السيروم في الدار ومتكي عاقل على دوك اللحظات بزاف. هي طبيب السيروم داروا ليا، بقى شي مده تقريبا شي ساعه ساعه ونص بحال هكاك، وكان من المفروض عليا انني كل نهار نعاود هذا السيروم ثلاثه المرات، وكان خاصني نبقى بلاصتي وما نتحركش بزاف وما نسافرش. وتا هما بداو تيخلعوني محمد وليبو، قالوا لي الا تحركتي ولا هزتي تقل ولا بغيتي تسافر لاي بلاصه راه ما مزيانش للصحه ديالك. المهم بقيت مره كندير السيروم، المره الاولى درت السيروم عنده في الدار، المره الثانيه هبطت عنده المحل ديالو فين خدام، ما عقلتش في الدار وكنبغي نتحرك كنبغي نشوف، وقاند جالس في الدار من غير ناعس ما قدرتش عليها الصراحه، انا لو بغيتي تقشني هي سدني في بلاصه وحده. المهم بقيت عاقل، المره الثانيه مشيت عنده المحل درت السيروم، بقيت كنهضر مع الكليان فوجت، والمره الثالثه مشيت عندهم الكلينيك تما داروا ليا السيروم تما، ضربوني بواحد الشوكه اللي يا سلام كبيره، عندهم واحد الشوكه، ولكن الحمد لله ديك الساعه كنت بريت وما بقاوش عندي الاثار. مي مالوروزمون لسوء الحظ، لسوء الحظ كانت سالات العطله الصيفيه ديالنا، وكانوا عيطوا ليا في لافاك باللي انا خصني نرجع نكمل الماستر، مع خرجوا لي زومبلوي اللي تيقولوا باللي صافي راه سالات المغامره، و مع خرجوا لي زومبلوا دو طون. كيف ما نتوما راكم عارفين في ذاك الوقت في 2018 كنت يلا قريت السنه الاولى من الماستر، وزيد عليها انا هو المسؤول على القياسم الريسبونسابل ديال الكلاس، كان ولا بد خاصني نرجع للمغرب، وهذا الشيء اللي كاين رجعت للمغرب. وهذا شكرا لكم للتتبع ديالكم لهذه السلسله، نتمنى نكون ما طولتش عليكم وتكونوا استفدتوا معايا اهم حاجه بزاف ديال المعلومات. الناس اللي بغاو يسافروا صيفطوا لي في انستغرام ولا سولوا في لي كومونتير، راني تنجاوب لي كومونتير. بالنسبه للناس اللي بغاو يعرفوا فين غتكون المغامره ديالنا الجايه، تسناو الحلقه المقبله، الشعار ديالنا تيبقى لا تراجعوا للسلسله.